يعطيكم الصحة والعافية، معاكم أحمد بوعريكي. أول ما تم الإعلان عن نوكيا N1 تابلت سويت فيديو ونقلت من قناة القديمة للجديدة. للحين ما حطيت الفيديو بس راح أحطه إن شاء الله على ما نزل هذا الفيديو، إن شاء الله راح أكون حاط الفيديو وأنا قاعد أتكلم عنه الحين. سويت فيديو تكلمت عن رأيي أو انطباعي عن لما هم أعلنوا عن نوكيا N1 تابلت وإيش قاعد يصير مع نوكيا. فما راح أتكلم عن نفس الشيء تكلمت عنه هناك، بس راح أكمل كتكملة لأنه وصل النوكيا N1 تابلت وهذا انطباعي عنه كجهاز شغلته اليوم، وصلني اليوم وشغلته اليوم وللحين يعني ما استخدمت استخدام مكثف عشان اراجع لكم اياه، بس هذا انطباعي مبدئيا. وفي كم شغله ودي اكلمكم عنها عن شركه نوكيا، فخلنا نشوف مع بعض. السلام عليكم ورحمه الله. نوكيا N1 تابلت على السريع راح يكون تابلت مصنوع من شركة اسمها فوكسكون. فوكسكون هي نفسها اللي تصنع الهاردوير والعتاد الصلب ما شركة أبل، وهي اللي تسوي لهم الأسمبلي licensed by نوكيا، إنه يستخدمون البراندينج مال نوكيا على أجهزتهم. وطبعاً ما راح يقدرون يسوون التليفون يشبك بطريقة النتورك لأن عندهم الاتفاقية اللي ما بينهم وبين شركة مايكروسوفت اللي إن شاء الله راح تنتهي على آخر سنة 2016. فللحين ما يقدرون هم يسوون تابلت مثلاً على LTE أو إن يسوون تليفونات عليها براندينج مال نوكيا يكون سبيسيفيكلي من شركة نوكيا. لازم يكون يعني في لوبولز على قولتهم أو في ثغرات بالعقد اللي صار ما بينه وبين مايكروسوفت عشان يقدرون يسوون لنا أجهزة نفس هذه. فهني عندنا نوكيا N1 تابلت أول شيء نزل حق سوق الصيني، صار لفترة نازل بس لأن قوانين دولة الصين ما تسمح حق جوجل إن هي تشغل خدماتها في دولة الصين. فبالمقابل كان في نوكيا N1 تابلت موجود وكان ناس وايد ممكن ان هي تطلبه، بس ما راح يكون عليه خدمات سيرفيس الجوجل سيرفيس فريم ورك، ما راح تشتغل الجوجل بلاي ستور، ما راح تحصله ولا راح تقدر تنزل انت برامج جوجل. فراح تكون نفس الدقه اللي احنا شفناها مع النوكيا اكس. نوكيا اكس فعلا اكس. ف نطرنا لما انا شفته ببرشلونه في شهر 3 رحت البوث مال نوكيا وجربت التابلت هناك وقالوا لي انه راح ينزل عالميا وراح يكون عليه الجوجل بلاي سيرفيسز، وهذا هو اخيرا نزل وحصلته وطلبته. صار له كم يوم على ما وصل واليوم وصل وشغلت الجهاز. للحين اصلا انا قاعد احمل عليه برامجي، للحين ما خلصت التحميل مالت البرامج. عبارة عن تابلت بالضبط نفس الآيباد ميني، نفس المصنعية، نفس الجودة، نفس المسكة، نفس الديمنشنز تقريبا، ونفس الشيء أنوداز الألومنيوم من الخلف، ويكون هني عندك انت الشاشة من قدام راح تكون جلاس. حجم الشاشة 7.9 بوصة نفس الموجود هناك بالآيباد ميني. بس نوكيا ونظام التشغيل اللي عليه أندرويد خام، عليه زي لونشر من نوكيا، بس تقدر تحط جوجل ناو لونشر وخلصنا. ما راح يكون عليه أي نوع من التثقيل من ناحية التعديل على السوفت وير نفسه. من اللي أنا شفته للحين أندرويد خام، عليه أندرويد 5.0.2، أكيد راح ينزل له 5.1 بسرعة لأنه ما في شيء علشان هو يسوي له أبديت. بس شنو سوت لنا هنا نوكيا؟ أولاً جاسة نبض. هنا عندنا نوكيا N1 وايد طلعت إشاعات إنه والله لأن نوكيا رجعت حق الN سيريز، من ما يذكر النوكيا N سيريز والأمور اللي جابت لنا إياها النوكيا N سيريز. بس في قالوا احتمال ينزل نوكيا C1، وهو راح يكون التليفون الأول اللي راح يرجع من شركة نوكيا عليه نظام تشغيلي مال أندرويد نفس اللي موجود عندنا هني. بعدين ما نزل الجهاز، والحين توا أمس أعلنت مايكروسوفت إن إيه راح تغير الاستراتيجية اللي عندها مالت التليفونات، إن بدال تسوي تليفونات رخيصة نفس اللي شفناها الحين من لوميا راح يسوون 3 تليفونات وكلهم راح يكونون فلاكشيبس، وراح يسوون البورتفوليو مالهم وايد أقل، وفنشوا تقريبا 7800 موظف كلهم بالذات كانوا يشتغلون بالموبايل إندستري بالذات من اللي استحوذوا من نوكيا. وأعلنت عن خسارات 7.6 مليار دولار بالضبط الفلوس اللي دفعتها حق استحواذ كل الأصول مالت شركة نوكيا. شنو يعني هالشيء؟ اولا مايكروسوفت قاعد تنظف امورها من ناحيه ان هي اعلنت رسمي ان هي مو قاعد تفلح بالموبايلات، مو قاعد تسوي اللي هي كانت متوقع ان هي تسوي لما استحوذت نوكيا مع الاجهزه مالت الموبايلات. هل هذا من سبب التصنيع مال الجهاز او النظام التشغيلي او الايكو سيستم ككل؟ الله أعلم. ستيف بالمر سوى وايد أغلاط، ستيفن إيلوب سوى وايد أغلاط، بس ساتيا الحين قاعد يرجع الموضوع وقاعد يحاول إنه يبرشم اللي موجود عنده. فهو ما يبي إنه يركز وايد على بلتن هاردوير أو العتاد الصلب إنه ينبني داخل الشركة مالت مايكروسوفت أو يستخدمون اسم لوميا اللي هو كان نوكيا سابقا. بالعكس يبون يسوون إن السيستم أو الإيكو سيستم يكون أكبر وشريحة تصير أكبر حق البارتنرز، ومثل ما أندرويد قاعد تسوي، عندها سامسونج، عندها LG، وعندها سوني، وعندها كل هالشركات هذه قاعد تصنع أجهزة أندرويد. مايكروسوفت تبي تسوي نفس الشيء، تبي OEMs تصنع أجهزة مايكروسوفت، وما تبي بس إن هي تركز إن هي الشركة الوحيدة اللي تنزل أجهزة مايكروسوفت.
التقليص هذا اللي صار من ناحية البورتفوليو مال التليفونات يعطي إشارة معينة أن إحنا ممكن نشوف مستقبل أقرب من اللي إحنا كنا متوقعينه أجهزة نوكيا ترجع بالسوق عليها نظام تشغيلي مال أندرويد. فما ظنيتي كل واحد يحب نوكيا بيفوته هالخبر، ولا ظنيتي واحد نفسي ميت نوكيا راح يستوعب أنه ممكن نشوف تليفونات نوكيا موجودة بالسوق عندنا عليها نظام تشغيلي مال أندرويد قبل اللي إحنا كنا متوقعينه. أنا من سامسونج ومن HTC ومن LG ومن سوني، من كل شركات اللي قاعد تصنع تليفونات أندرويد، step up your game على قولة الجانب، لازم الحين هم يدشون في مرحلة جديدة من التصنيع، مرحلة جديدة مو من المواصفات، لأن من ناحية المواصفات صدقني إذا شفنا تليفون نوكيا أي تليفون لوميا أخذه حط عليه نظام تشغيلي مال أندرويد راح يكون يمكن أحسن من أي تليفون موجود عندنا بالسوق حاليا. مو لأني أنا أحب نوكيا ولا أنا مينون نوكيا، بس قاعد أتكلم عن مواصفات لوميا 1020. تخيلوا كاميرا 41 ميجا بيكسل، كارل زايس أوبتكس على بيور فيو، داينامكس على زينون فلاش، على فيديو يصور لك على 30 فريمز بير سكند، والتحكم أنت بالشتر سبيد، والتحكم أنت بأمور كثيرة، حط عليها بعد 4K، ولا الكلير بلاك ديسبلاي اللي صراحة تقايش مع السوبر أموليد التقنية الموجودة عند سامسونج. واثنيناتهم قاعد يستخدمون كوالكوم، اثنيناتهم قاعد يستخدمون نفس المعالج مالت سناب دراجون، ذاكرة عشوائية. هي المصنعية بالنهاية نوكيا معروفة بمصنعيتها وجودتها العالية، فأتمنى أن احنا صراحة نشوف نوكيا تدش مرة ثانية بالسوق بقوة مع نظام تشغيل مال أندرويد. عنكم ما سويتوا التليفونات، خلوا فاكس كان هي تمسك الموضوع، سوني خلت كم شغلة تسويها فاكس كان، أبل قاعد تخلي فاكس كان تسوي كل شيء من ناحية الآيفون، ما عندنا مشكلة. البراندينج مال نوكيا والليف آن على قولتهم راح يتم يعيش، راح يتم مستمر، راح نشوفه على جزء نادرة مثل هذا. وأكيد إن شاء الله راح أراجع لكم هذا التابلت، متحيز حق نوكيا، قولوا اللي تبونه، أموت على نوكيا، أحب نوكيا، ووايد ضايق خلقي على قاعد يصير مع نوكيا. بس إن شاء الله على قولتهم الخبر اللي سمعته من مايكروسوفت من ناحية الخسارات اللي أعلنتها ومن ناحية المحتوى اللي هم راح يركزون عليه، بالعكس هذا هم زين حق مايكروسوفت، هذا هم زين حقنا إحنا كلنا كتقنيين وحتى ككونسومرز، حتى حقكم أنتوا كمستهلكين هذا شيء راح يكون جدا ممتاز. إن مايكروسوفت بدل لا تتشتت تسوي تليفونات 50-40 تليفون بالسنة رخاص وناس وايد يمكن ما تلاحظ في بينهم فروقات، تسوي لك 3 تليفونات محترمة فلاجشيبس، تركز على الكونسومر، تركز على الكوربريت، وتركز على البزنس نيدز، وتحافظ على الإيكو سيستم مالت مايكروسوفت وخلاص تفجر، تركز بدل لا هي تتشتت. فانطباعي عامة على الجهاز مصنعية جدا ممتازة، أنا ماسك بيدي آيباد عليه أندرويد على براندينج مال نوكيا، بالضبط هذا انا اقدر اقوله. كلكم يدري ايش كثر انا احب مصنعيات ابل، وكلكم يدري ايش كثر انا احب البراندينج مال نوكيا، وكلكم اكيد يدري ايش كثر انا احب النظام التشغيلي مال اندرويد خام. فهذا انا عندي هاتريك من ناحيه المواصفات اللي انا صدق اقدر استخف عليها. اتمنى من كل قلبي الله يعطينا العمر وياكم بالصالحات ان احنا نلحق بهالجيل نشوف تليفونات نوكيا يكون عليه نظام تشغيلي من اندرويد، ونشوف الساحة شلون راح تقلب فوق حدر مرة ثانية. فبس مراجعة نوكيا N1 تابلت، وهلوني بس فترة علشان أراجع لكم إياه وأصور لكم إياها. أحمد بعريكي في مال الله الكريم.